السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أنزل قرآنا يتلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا القرآن والسنة بالعديد من القصص في القرآن وفي السنة. وفي هذا الفيديو مشاهدين الكرام سنتعرف على قصة الرجل الأعمى مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزلت بسببها آيات في القرآن الكريم. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. الرجل الأعمى، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، كان قرشيا تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة رحم. كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت أمه عاتكة بنت عبد الله، ودعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى، لذا كان ضريرا طوال عمره. فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة واسمها فاطمة. وأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابن أم مكتوم، فقال: متى ذهب بصرك؟ قال: وأنا غلام. فقال: قال الله تبارك وتعالى: إذا ما أخذت كريمة عبدي لم أجد له بها جزاء إلا الجنة. وعندما نزل قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال عبد الله بن أم مكتوم: أي ربي، أنزل عذري. فأنزل الله: غير أولي الضرر. فجعلت بينهما، وكان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إلي اللواء، فإني أعمى لا أستطيع أن أفر، وأقيموني بين الصفين. شرح الله تعالى صدر عبد الله بن أم مكتوم بالإيمان وإلى نور الحق، فأسلم رضي الله عنه مبكرا، وكان من أوائل السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن أوائل المسلمين عامة، وعاش محنة المسلمين في مكة، وضحى وصمد على الدعوة، وعانى من قريش مثلما عانى منه بقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، إذ عانوا جميعا من قسوة وظلم وبطش أهل مكة الكفار، حتى هاجر للمدينة المنورة بعد مصعب بن عمير رضي الله عنهما، أي قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. لما أسلم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، كان حريصا كل الحرص أن يحفظ القرآن الكريم، وكان لا يترك أي فرصة إلا اغتنمها. فكان أحيانا يأخذ نصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ وقت غيره أيضا، وذلك لرغبته القوية أن يظل بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الفترة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التصدي لسادات قريش لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلامهم. فذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتقيا مع عمرو بن هشام، أي أبو جهل، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأخيه شيبة بن ربيعة، والوليد بن المغيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يجادلهم ويعرض عليهم الإسلام، وكان يريد أن يستجيبوا إليه، لأنه في حال إسلامهم سوف يسلم من هم أقل منه قوة ومن يتبعوهم، وسوف يكفون أذاهم عن المؤمنين الضعفاء الذين كانوا يعذبونهم. في ذلك الوقت أقبل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لكي يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعض آيات من القرآن الكريم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن الوقت غير مناسب، وبإمكانه أن يأتي وقتا آخر، فأعرض عنه وعبس في وجهه، وأقبل على ملأ قريش أملا في إسلامهم. وما إن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث معهم حتى جاءه الوحي بقول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأكمل جبريل عليه السلام 16 آية في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه.
ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمنزل الصحابي رضي الله عنه يسأل عنه ويقضي حاجته، وكان بلال بن رباح رضي الله عنه يؤذن، وعبد الله بن أم مكتوم يقيم الصلاة، حتى جاء للرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، فكان المسلمون يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان أحدهما. بلغ تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل أن استخلفه على المدينة بضع مرات في غيابه، وكانت إحداها يوم خرج لفتح مكة. توفي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه شهيدا في معركة القادسية زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.